السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا اول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله معانا موقع استثماري بيدي 50% لمدة 24 ساعة. الموقع بيتعامل مع 3 بنوك: باير، بريكت ماني، بيتكوين. الموقع لسه شايف له اثبات سحب على اليوتيوب. لما دخلت الموقع من هنا وجبت ردود الافعال، لقيت ان في اثباتات سحب اهي لسه بتاريخ النهارده. كل دي اهي اثباتات سحب بتاريخ النهارده. هنخش من هنا، بتسجل في الموقع من هنا زي ما بقول لك كده لمدة 24 ساعة 50%. هنسجل من هنا، هتكتب الاسم والايميل والباسورد وعات الباسورد، وتحط بنك اللي انت بتتعامل معاه، تحط الرقم بتاعه، تعلم على الشروط وتعمل تسجيل. يبقى انت كده سجلت في الموقع. وتيجي الدخول الموقع من هنا، هتحط الاسم والباسورد وتعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل، هنترجم باللغة العربية. انا ودعت 20 روبل تجربة. هنودع في الموقع مرة او مرتين بس، انتظروا لما نعمل اثبات السحب بكرة ان شاء الله، ونشوف اذا كان الموقع صادق ولا لا زي ما هما بيقولوا. بتيجي من هنا بتنشئ وديعة اهو، بتحدد من هنا البنك، ومن هنا الخطة، ومن هنا بتحط المبلغ وتعمل توجيه. زي ما انت شايف كده هتلاقي المبلغ وزل تحت عندك بالتاريخ الوديعة، ومن هنا السحب. تيجي من هنا بتحط المبلغ وتحدد النظام بتاعك وتعمل سحب، ومن هنا مساهمة. لو انا هتعيد استثمار تاني، لو عايز تكرر استثمار تاني من هنا، هنا لو هتعدل في الاعدادات بتاعتك، من هنا رابط الاحالة بتاعك 20% 10% لكل حد يودع عن طريقك. المودعين، المواد الاعلانية ولا ايه؟ لو انت عندك بنار او عندك مدونة او موقع ممكن يستخدم اللافتات دي. بعد كده تذكير والمنزلي والخروج. كده كل حاجة شرحناها في الموقع. وزي ما انت شايف الوديعة بتاعتك فوق اهي، تبقى فوق كده، والتاريخ، وهنا رابط الاحالة بتاعك اهو. وكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معنا يشترك في القناة. من رأيي ان كنتوا تنتظروا ان شاء الله لما نسحب الوديعة، وبعد كده هنزل اثبات السحب. واللي حابب يستثمر في الموقع يستثمر، مش عايز يستثمر دي حاجة ترجع لكم. انا ما بقولش حد يستثمر، بس انا ايه الموقع شايف ان هو كويس فبرشده ليكم، بحيث ان كنتوا اللي عايز يشتغل عليه. وبكده يكون انتهينا بالشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.